مرحبا، أنا ماجي عون وهيدا برنامج كبار من لبنان. ببداية حلقتنا بدعيكم تعملوا لايك لصفحة إنما على فيسبوك. بالموسم الأول من برنامجنا منعرفكن على أدباء وشعراء لبنانيين رحلوا بالقرن العشرين، واليوم حلقتنا عن الأديب والروائي خليل تقي الدين. ولد خليل تقي الدين ببعقلين بجبل لبنان عام 1906، وهو خي الكاتب سعيد والسياسي بهيج والدبلوماسي والكاتب منير تقي الدين. تربى خليل تقي الدين بكنف عمه الشاعر أمين تقي الدين، فنشأ على حب المطالعة والكتابة، وهو تعلم مبادئ اللغة العربية والحساب بمدرسة الضيعة، ومن بعدها التحق بمدرسة البعثة العلمانية الفرنسية ببيروت وتعلم اللغتين العربية والفرنسية. وأول ما نشروا بعمر 15 سنة قصة مقتبسة عن جي دو مونباسان بجريدة دير القمر. التحق خليل تقي الدين بكلية الحقوق بجامعة الآباء اليسوعيين ببيروت ونيل الشهادة منها. تعين خليل تقي الدين كاتب بمجلس الشيوخ ومن بعدها بمجلس النواب، وعام 1943 ترقى لمنصب مدير عام المجلس، ومن بعدها تعين عام 1946 كأول سفير للبنان بالاتحاد السوفيتي مطرح ما عاش حوالي 5 سنين. تنقل خليل تقي الدين بمناصب دبلوماسية بين عواصم عديدة بأمريكا اللاتينية، كما كان سفير للبنان بمصر وليبيا والسودان وتركيا والمكسيك وبريطانيا. تقاعد خليل تقي الدين عام 1970 ورجع على لبنان واشتغل بجرايد دار الصياد، واختارته وزارة الإعلام مستشار ثقافي لإله، لكنه فضل التفرغ للكتابة عام 1982. كان خليل تقي الدين أحد مؤسسي عصبة العشرة الثقافية عام 1930. تأسست العصبة ببيروت لتخدم الأدب العربي عن طريق النقد، وهي تأسست على إيدين تقي الدين وميشيل أبو شهلة والياس أبو شبكي وفؤاد حبيش، واللافت أنه أعضاء عصبة العشرة كانوا 4 بس. نشرت قصايد ومقالات خليل تقي الدين بصحافة عصره، وانجمع البعض منها بكتب، وعنده مسرحية بعنوان ينبوع الفن. عرف خليل تقي الدين بثورته على جمود العقل والتعبير ونضاله ضد كل مين واقف بوجه الحداثة والتطور. يعد من شعراء التجديد، ولكنه كان يشوف أنه التجديد بيكون عن طريق ساعة الاطلاع والاهتمام بالثقافة الحديثة مع التعمق باستيعاب التراث العربي بالشعر خاصة. توفى خليل تقي الدين عام 1987 وأطلق اسمه على أحد شوارع بيروت، وهو كان يأكد أنه لبنان بطبيعته وتراثه كان مصدر الوحي الأكبر لكل ما كتبه واعتبره أجمل بلدان العالم. بالنهاية، إذا كان بدي أنصحكم بكتاب واحد من توقيع خليل تقي الدين، بختار 10 قصص من صميم الحياة. هي قصص وحكايات من حاضر الناس وماضيهم بأسلوب تغلب عليه الواقعية والصراحة، بيتصارع فيها الخير والشر بين الطبيعة الطاهرة يلي منحن لها والمدنية الملوثة يلي بتغوينا وبتخرينا. حلقتنا انتهت، إلى اللقاء.